شهد وزير العدل المستشار عمر مروان تكريم أوائل القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات، وذلك بحضور كبار رجال القضاء. الاحتفالية تضمنت توزيع شهادات تقدير والتقاط صور تذكارية في إطار حرص الدولة على تقدير القضاء ودعم دوره الجوهري في تحقيق العدالة، إلى جانب تقدير المجتهدين وتشجيعهم وتحفيز المتطلعين لمزيد من التحصيل العلمي والاجتهاد. تؤمن الدولة المصرية بقيادة رشيدة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن للمرأة المصرية دور بارز في نهضة أمتها وصناعة حضارتها، ومن ثم فقد حرصت الوزارة على ترسيخ كل الاستحقاقات الدستورية للمرأة وإتاحة تقلدها الوظائف القضائية من بداية السلم القضائي مثلها مثل الرجل سواء بسواء. ودوما ستكون الوزارة خير معين لكن، وتعلي من قدراتكن، وتوفر مختلف أوجه الرعاية اللازمة لتحسين بيئة العمل وصقل القدرات وتنمية المهارات.